أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية لخدمة أهالي قرية علوان بمحافظة أسيوط. شملت هذه القافلة عدة تخصصات وأطباء متخصصين من جامعة أسيوط لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان. تتواصل جهود مؤسسة حياة كريمة في إعانة المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، حيث أطلقت المؤسسة قافلة طبية لخدمة أهالي قرية علوان بمحافظة أسيوط. شملت القافلة جميع التخصصات الطبية وأطباء متخصصين من جامعة أسيوط لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وقد شهدت القافلة إقبالاً كبيراً من أهالي القرية. الحالات الإنسانية النهاردة متمثلة في غريمات، متمثلة في عمل مشاريع متناهية الصغر، متمثلة في جهاز عروسة وإعانة مادية. بنتواصل مع الحالة من خلال الاسم والرقم القومي والتليفون، وبنقدم لها المساعدة المطلوبة. كما تضمنت القافلة جانبا لتسجيل الحالات الإنسانية بالقرية ومعرفة احتياجاتهم للتواصل معهم وتقديم المساعدات المطلوبة، وتمثلت تلك الحالات في مساعدة غارمات ومشاريع متناهية الصغر والإعانات المادية كتجهيز العرائس وبناء المنازل المهدومة والمعرضة للسقوط. قافلة طبية جاية لقرية علوان من كل جميع التخصصات وتوفير العلاج لكل مريض. العيادة موفرة لنا كل حاجة، كشف باطن، كشف صدر، أطفال، جلدية، من جميع التخصصات برضو يعني موجودة، والناس كويسة معنا خالص يعني. الكشف والعلاج مجانا بصراحة، والناس كلهم من 10 على 10 بصراحة، زي اهلنا واكتر كمان. توفرين العلاج والتخصصات اللي هي برضك عيادات جلدية والصدر والأطفال. ويأتي إطلاق القافلة ضمن اهتمام الدولة بخدمة الأهالي في القرى المحرومة ورعايتهم الصحية والوصول للقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.